من جانبها أوضحت الدكتورة فاطمة حسين بن جمعة أخصائية طب العائلة بوزارة الصحة، أوضحت آلية توجه المصاب بفيروس كورونا إلى المركز الطبي الكائن في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. عندنا أربع طرق إن شلون نقدر نستقبل المرضى عندنا في المركز، يا أما عن طريق إن المريض نفسه إذا كان لاحظ إن عليه أي أعراض يتجه مباشرة إلى المركز الطبي. الطريق الثاني إن ممكن إن الحالات اللي في البيت يتم متابعتها دائما عن طريق أطباء، يتم إن جدولة مواعيد دائما حق المرضى اللي في المنزل، نعم. يتم الاتصال بهم. إذا شاف الطبيب المختص تقييمه حق الحالة نفسها إنه لا والله عنده أعراض تستدعي تقييم من جهة طبيب مختص، يتم توجيهه إنه هو عندنا المركز. الجهة الثالثة عن طريق 444 جهة الاتصال، إذا المريض شاف عنده أي أعراض، إذا حس إنه عنده أي تساؤل يتصل عليهم. الأطباء اللي موجودين يتم يقومون بتقييمهم، نعم. فإذا شافوا أنه لا والله نفس الشيء يحتاج أنه هو تقييم يتجه عندنا في المركز. الطريق الرابع عندنا اللي هو التطبيق نفسه، مجتمع واعي. المصابين بكوفيد عادة يطلع لهم مثل استبيان يومي يملون الأعراض اللي عندهم، فالتطبيق يطلع لهم مثل تصنيف إذا كانت أعراضها خفيفة متوسطة أو شديدة، وتم التوجيه للمرضى نفسهم، يتم توجيه لهم على حسب التطبيق إذا كان يستدعي الحالة مالتنا حق علاج. في نفس الوقت يتم متابعتهم من طريق الأطباء اللي إحنا موجودين، نتصل عليهم ونقيمهم، وإذا كانت الحالة مثلا شديدة نوجههم أن يتصلون على 999، إذا كانت الأعراض بين خفيفة إلى متوسطة نخبرهم تعالوا للمركز الطبي وراح يتم معاينة.